أسألك بالله يا حامل الجهاز، وقف، خذ هذه الدعوة من نصيبك من بيت الله الحرام وكمل طريقك وروح وين ما بدك. أسألك بالله وقف، لا تطلعني لفوق ولا تنزلني فوق جاي. خذ هذه الدعوة من نصيبك وأقسم بالله مستجابة من معتمر له دعوة مستجابة عند الله بطوب حوالين الكعبة يوم هالجمعة. أسألك بالله وقف يا حامل الجهاز، قول يا رب وصلي على الحبيب. أنا سألتك بالله يا حامل الجهاز لا تضيع هذه الدعوة، وأقسم بالله الذي لا إله إلا هو هذه الدعوة مستجابة، قدرها الله وشاءت من الله تكون من نصيبك، بس أنت أمن عليها وكمل طريقك وروح وين ما بدك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أنه يفرج همك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أنه يقضي دينك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أنه يشفي مريضك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أنه يحقق لك حلمك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أنه يعطيك طلبك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أنه يجعل لك من كل ضيق مخرج ومن كل هم من فرج. كل من صلى على الحبيب وأمن على هذه الدعوة، اليوم الجمعة يوم عظيم جدا يا أخوان عند الله. تخيل يوم الجمعة قاعد بدعي لك أنا من بيت الله، قاعد بدعي لك من الحرم، ولكل معتمر داخل هذه الحرم دعوة مستجابة. أنا ما ادخرتها لنفسي الدعوة، أنا أعطيتك إياها معي. روح الله يكرمك إذا كنت تارك للصلاة أو بتقطع بالصلاة أو بتأخر بالصلاة، روح الله يهديك ويصلح حالك. إذا كنت زانية أو زاني، روح الله يغفر لك. روح إذا كنت قاطع للأرحام، الله يغفر لك. روح إذا كنت قاطع للأرحام، الله يغفر لك. روح إذا كنت قاطع للأرحام، الله يغفر لك وتوب عليك. أنا سألتك بالله أمن على الدعوة، الملائكة بتأمن على الدعاء. روح إذا كنت ماكل الربا، أسأل الله أن يتوب عليك ويغفر لك. أسألك بالله الذي لا إله إلا هو، أسألك بالله الذي لا إله إلا هو، صلي على حبيبك وشفيعك وزيد النبي صلاة. صليت على الحبيب، روح الله يفتح لك بركات السماوات والأرض. صليت على الحبيب، روح الله يفتح لك أبواب الرزق. صليت على الحبيب، روح الله يكرمك كرم ما بعده كرم. صليت على الحبيب، روح الله يجعلك تزور بيت الله جل جلاله عاجلا غير آجلا يا الله. يا حنان يا منان يا الله، يا حنان يا منان يا الله، وانا على باب بيتك يا الله، يا الله وانا على باب بيتك يا الله. كل من نشر هذا المقطع وشيره ونشره بين عبادك يا الله، يا رب طوف ببيتك، يا رب طوف ببيتك عاجل غير آجل يا الله. يا رب تحقق أمني، يا رب ترحمه، يا رب تغفر له، يا رب تعفو عنه، يا رب ترزقه، يا رب تكرمه، يا رب تيسر أمره، يا رب تطعم الظن إذا كان عقيم، يا رب تطعم السفر إذا حلمه سفر، يا رب تطعم العلم إذا كان حلمه علم، يا رب تهدي أولادهم العاقين، يا رب تهدي بناتهم العاقين يا رب. يا الله يا الله يا حنان يا منان، بجاه كل من إله جاه عندك يوم الجمعة يا الله، بجاه كل من إله جاه عندك يوم الجمعة. كل من فات وصلى على الحبيب ونشر هذا المقطع بين عبادك يا الله، ارزق ورزق لا يقدر يعده ولا يقدر يحصيه، ولك بالمثل، ولك بالمثل إن نشرت هذا المقطع، وأنا إلي بالمثل. أنا بقول يا رب ترزقني على قد نيتي يا حنان يا منان، ترزقني على قد نيتي يا الله. يا رب يا الله تغفر لي، يا الله تعفو عني أنا وكل من نشر هذا المقطع، يا رب تكرمني أنا وكل من نشر هذا المقطع وشيره. يا رب الإيد اللي تنشر هذا المقطع يطوف حوالين بيتك ويلمس الحجر ويقبل الحجر الأسود يا الله عاجلا غير آجلا. وأنت تقول للشيء كن فيكون. يا حنان يا منان، من مشارق الأرض ومغارب الأرض كل واحد يجي هذا المقطع قدامه ينشره بين عبادك يا الله، تنشر الرزق نشر قدامه وين ما يوجه وجهه يا الله، تجعل له القبول فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. يا حنان يا منان.